السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كرام؟ كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. المفتاح الحراري والأوفرلود، ايه الفرق بين الاتنين؟ وده بيستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه؟ الفرق بينهم ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. بداية صديقي، لأول مرة حضرتك تشوفني فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها، لأن محتوانا حقا بيستحق الدعم. حابب أفكر حضرتك إن القناة عليها أكتر من 1400 فيديو كلها موجودة علشان تقول لحضرتك معلومة تامة، فما تضيعش المجهود المبذول ده ودعمنا باي طريقه من طرق الدعم. كمان حابب اقول لك ان افضل واسرع طريقه ممكن تتواصل بيها معايا بيكون من خلال الكومنتس تحت الفيديوهات. ما تتواصلش معايا من خلال فيسبوك او من خلال الواتساب، هو كومنتس القناه دي اكتر حاجه انا برد عليها واللي هرد عليها اكيد ان شاء الله رب العالمين. الاوفرلود الحراري الاحادي والمفتاح الحراري، الاثنين بيكون لهم قيم مختلفه لكن ميكانيزم العمل بتختلف من واحد للتاني. فلو جينا مثلا للمفتاح الحراري، هتلاقي حضرتك ده اللاين وده النيوترال. المفتاح الحراري نحطه في سكه الكابل اللي موصل الموتور، والمفتاح الحراري ده بيكون موصل في جسم الموتور، ده بيكون متوصل في جسم هذا الموتور. اما بالنسبه للاوفرلود فبيكون نفس الوضع برضه، وبيكون متوصل في سكه التغذيه بين اللاين قصدي بس، وبيكون متوصل في سكه التغذيه بتاع الموتور، ودي سلك النيوترال بتاعي. طب ايه الفرق بين المفتاح الحراري والاوفرلود؟ المفتاح الحراري بيكون له قيم مختلفة، مثلا 40 درجة سيليزية، 60 درجة سيليزية، 90 درجة سيليزية، 100 درجة سيليزية، وبيكون موجود عليه الأمبير بتاعه، والأمبير ده بيشير إلى القدرة الأمبيرية للنقط بتاعته تقدر تتحمل قد إيه. في وضعه الطبيعي بيكون قافل ومرر الدايرة والتيار بطريقة طبيعية خالص، وفي حالة إن بيحصل أي حرارة زائدة على الدائرة بيكون يفصل معايا علشان يحمي المحرك بتاعي من الاحتراق او الجسم اللي انا ملامسه ليه الاحتراق. ولاحظ ان في حاله المفتاح الحراري لازم أن يكون ملامس للجسم علشان هو بيشعر بالحراره، مبدا العمل بتاعه حراري. الاوفرلود بيكون وضعه مختلف، فالاوفرلود بيعتمد على الامبير وليس الحراره. المفتاح الحراري لازم أن يكون مثلا ملامس للجسم بانك تكون حاطه داخل البوكس بتاع الروزيتا بتاع الموتور، او بيكون موجود في الدفايات برضو. اما الاوفرلود فهو بيعتمد على الامبير. وكنا عملنا فيديو قبل كده عن اصلاح دفايه، وقلنا ان هو عطل خبيث في اصلاح الدفايه، وكان منه المفتاح الحراري كان تلفان. زي ما قلنا الاوفرلود بيعتمد على الامبير، في منه 10 في منه 8، وده مش شرط يبقى ملامس لجسم، لانه بيعتمد على الامبير بداخله ماده بتسخن، لما بتسخن بتنطر المفتاح بتاعه للخارج، وانه بيكون شغال على الامبير مش الحراره، فهو بيحمي من زيادة الامبير. لو عايز تحمي المحرك بتاعك من زيادة الامبير بتستخدم الاوفرلود، لو عايز تحمي المحرك بتاعك من زيادة الحراره بتستخدم المفتاح الحراري، عايز تحمي المحرك بتاعك من الاثنين بتستخدم الاثنين. ده كان الفيديو باختصار النهارده، ارجو اكون افدت حضرتك معلومه لو بسيطه. لو حضرتك استفدت لايك وشير، امر حضرتك سبسكرايب في القناه. اشوفك على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.